السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم مسعود من موسى البلوشي من سلطنة عمان. والله كنت أعاني من ألم في الركبة، ألم شديد جدا جدا، ووصل الألم هذا إلى منطقة الظهر، فكنت أعالج سلطنة عمان مدة طويلة جدا. أعاني من هذا المرض تقريبا من عام 2014، مشيت مستشفيات كثيرة، تعالجت هناك ما حصلت أي فائدة. سمعت من حد زملاء في العمل بأن في الهند في منطقة كوتشي في مستشفى اسمه فيديا، فاستفسرت عنه وقابلت الطبيب، كان عندنا زيارة في عمان فقابلته هناك، فنصحني بأن أجي للهند وأعمل فحوصات من جديد. وتقريبا بعدين جيت عملت نية وجيت إلى الهند والحمد لله، وتعالجت معاهم مع فريق طبي كامل، انزين العلاج الطبيعي للعلاج الطبيعي في مستشفى بيديا. فبعد قضي 21 يوم من العلاج تحسن حالتي جدا، أحسن من الأول بقبل واجد يعني كثير. وشكرا. مستشفى فيديا للرعاية الصحية كيرلا الهند، رقم الهاتف 00919744553000 www.vidiahealthcare.com